بسم الله الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، چنانچہ 21ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی. تمام ہی ناظرین اور سامعین سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ 21ویں پارے کی تلاوت کو بغور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیه آیة من ربه قل انما الآیة عند الله وانما انا نذیر مبین اولم یکفی من انزلنا علیک الکتاب یتلى علیهم ان فی ذلک لرحمة وذکرى لقوم یؤمنون قل کفى باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعملوها أكثر مما عملوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم من الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم به سماء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون
عمل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلينفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا لفرعه مسفرا لذلوا من بعده يكفران فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالته من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يومئذ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لمستم بكتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ومن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على مهله وفصاله في عامين يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في سفرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك
أصابت إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر نسوك لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى على كتاب منير وإذا قيل له اتبع ما أنزل الله قالوا ولنتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوه من عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نذرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق به من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم من لقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون اقسم بارے میں یہاں پر سجدہ ہے تلاوت و قرآن کے بعد سب لوگ سجدہ فرما لیں
تتجع فجروبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه ونعمهم أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما يا أيها الذين وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما ليذيقهم الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ومن هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قبورا قل من هذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور
أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي لستن يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. الحمد لله 21 مرتبہ اس وقت تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر قرآن مجید کو پڑھنے سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اکیسویں پارے کی سب سے پہلی آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے یعنی کتاب وہ آپ پڑھ کر سنائیے وہ اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو اللہ کے احکامات سے واقف کرانا اور نماز کا قائم کرنا اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بلا شبہ نماز روک دیتی ہے بے حیائی والی باتوں سے اور گناہوں سے منکرات سے. ہر ایسا گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں منکر اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حیائی والی باتوں سے بھی بچا لیتے ہیں اور منکرات سے بھی بچا لیتے ہیں. ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ منکر کہلاتا ہے. نماز کے پڑھنے کی برکت سے اور نماز کی عادت اگر کسی کو پڑ جاتی ہے اور پانچ وقت اہتمام کے ساتھ کوئی بندہ وضو کر کے جماعت کے ساتھ مسجد پہنچ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی ذات میں سے منکرات اور برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے.
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب چوری بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری کرنا منکر ہے، گناہ ہے، بری بات ہے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، پھر ان کی نماز ان کی برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب ان کی نماز ان کو اس برائی سے روکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کر نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی انسان نماز کی اس برکت سے تمام منکرات سے اور فحشاء اور بیکار چیزوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاصی اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ ایسے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے اور نمازوں کا بھی اہتمام ہے، تو اس سے قرآن مجید کی اس آیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نماز تم کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن کب؟ جب کہ وہ نماز بھی تو نماز بنے، ہماری نمازیں ہی نماز نہیں ہوتی ہے، بس ہم لوگ تو رسمی طور پر نمازیں پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ نماز کے بارے میں اس لیے بزرگ کی بات ابھی کچھ دن پہلے میرے کانوں سے گزری ہے، بڑی اچھی بات فرمائی، فرمایا کہ ہم لوگ نماز دیکھ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، نماز ہم لوگ سن سن کر کے پڑھتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ نماز سیکھ کر پڑھنا چاہیے، تب جا کر کے نماز نماز بنے گی۔ آج کسی کو خیال نہیں ہے نماز سیکھنے، بس سنتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب بیان میں کر دیے کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی اتنی فضیلت ہے، نہیں پڑھیں گے تو اتنا گناہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو بس یہی سن سن کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ دیکھ دیکھ کر کے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم بھی رکعت باندھیں گے، وہ رکوع میں جائیں گے تو ہم بھی رکوع میں جائیں گے، وہ سلام کر دیں گے تو ہم بھی سلام کر دیں گے، ہو جائے گی ہماری نماز۔ ہم لوگ سن سن کر کے اور دیکھ دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب نماز سیکھ کر پڑھی جائے گی تب جا کر کے ہماری نماز نماز ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھنا سکھلایا، اور سکھلانے کے بعد فرمایا صلو کما رایتموں مسلی، اب مجھے جیسے نماز پڑھتا دیکھو تم لوگ ایسے نماز پڑھو۔ حضور علیہ السلام وضو کرنے کا طریقہ بتلا دیتے، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس فرماتے ہر چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھلائی ہے، باقاعدہ تربیت دی، ٹریننگ دی اللہ کے نبی نے، حتی الخراعتہ، یہاں تک کہ قضاء حاجت یعنی ضروریات سے فارغ ہونے کا طریقہ بھی بتلایا اللہ کے نبی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نماز سیکھ کر پڑھنے والے، نماز کی حقیقت، نماز کی معنویت، نماز کا جو مقصد ہے، وہ نماز نماز کب بنتی ہے ہمیں وہی پتہ نہیں، تو پھر اب یہ نمازیں ہماری ہم کو برائیوں سے کیا روکیں گی؟ بھائی پہلے نماز ہی کو تو نماز بناؤ، پھر اس کے بعد خود بخود تمہارے دل سے برائیوں سے نفرت شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے بے حیائیوں سے بھی روک دیتے ہیں، برائیوں سے بھی روک دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، ہاں ہماری نماز غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا یہ جملہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں وہ سب چیزیں جو تم لوگ کرتے ہو، اور نماز بھی یہ ذکر اللہ کا ایک عظیم مرحلہ ہے، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس وقت ہمیں خاص طور پر ذکر کرنی ہے، اس میں بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور دریاؤں میں، خشکی میں اور تری میں جو کچھ بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فساد برپا کرتے ہیں لیوزیقہم تاکہ ان کو چکا دیں، بعض الذی عاملون علہم یرجعون، بعض ان کاموں کا مزہ بدلہ، یہ دنیا میں تھوڑا سا مزہ چکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. فساد کا مطلب ناموافق حالات کا پیش آنا، جیسے موجودہ وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلا ہوا، لوگ پریشان، حکومتیں پریشان، علماء، حکام، مساجد، مصلیان مسجد، حکومتیں، بڑے بڑے ذمہ دار، اہل اللہ، سب لوگ پریشان. یہ سب کیا ہے، کیوں، کس وجہ سے دنیا کے اندر یہ فساد ہوا ہے، یہ انقلاب کیوں ہوا ہے دنیا کے اندر؟ بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے یہ شابت اعمال ہے، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کمائی ہے. اب چکو مزہ، اصول اور دستور تو یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرے اس کو سزا دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب عمومی طور پر کوئی بلائیں، مصیبتیں، وبائیں، فساد اور انقلاب برپا کرتے ہیں تو سب کو اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. کیا اچھا کیا برا، سب ازد میں آ جائیں. ایک کلو گیہوں پیسانے کے لیے جائیں تو چار دانے اگر جواری کے ہوں تو پیسنے والا وہ جواری کے دانوں کو نہیں نکالتا ہے، وہ سب کو ایک ساتھ پیس دیتا ہے. یہ بالکل اسی طرح دنیا کا ماحول آج یہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سب لوگ شکار ہو رہے ہیں، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا علماء، کیا جوہرا، سب کے سب. اس لیے سب کو چاہیے کہ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبوا الی اللہ جمیعا، متحد ہو کر اجتماعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت، اپنے گناہوں سے باز آنے کی ضرورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تری کے اندر اور خشکی کے اندر، یعنی زمین کے اندر یا دریاؤں کے اندر یا آسمانوں میں یا فضاؤں میں یا دنیا کے اندر، یا بین السماء والارض، جو کچھ بھی انقلابات ہوتے ہیں، یہ سب بندوں کو اللہ کی جانب رجوع کرانے کے لیے اور متنبہ کرنے کے لیے حالات لائے جاتے ہیں اور سمجھانے کے لیے آتے ہیں. واعظ رب ہے جہاں فہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ دعوت عمل دینا چاہتے ہیں کہ سمجھو خدا، سمجھو. اگر سمجھو گے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے گے تو پھر مٹ جاؤ گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے اس قرآن دور میں نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہم اپنے گناہوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ کریں. اور یہ آخری عشرہ بھی چل رہا ہے رمضان کے، بس جتنے مقدر کے دن باقی ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ سب کے لیے صحت اور سلامتی کے ساتھ ان ایام کو گزار دے، روزے دار کے روزوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور جتنے لوگ محنت مجاہدے کر رہے ہیں دین کے اعتبار سے، باری تعالیٰ سب کے مجاہدات کو اور سب کی مساعی کو مقبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.